الحرب من مناطق متعددة في أماكن مختلفة، والبعض يتلقى تدريب إذا كان أصبح في مستوى يدرب فيه على يعني عمل معين. ولا شك إنه خلال تواجدكم بين شعوب أخرى في بيئة تختلف عن بيئتكم ستجدون هنا أشياء تختلف عما تعودتم عليها أو ما قد تعودون إليه عندما تعودون. عاداتنا وأخلاقنا تختلف عن الآخرين، وعادات وأخلاق الآخرين تختلف عن أخلاقنا وعاداتنا. ولا أقول إن كل عاداتنا وأخلاقنا هي أحسن من الآخرين، لا. ولا أقول إن عادات الآخرين وأخلاقهم هي ليست يعني كلها طيبة، لا، بل على العكس. الذي أريد أن أقوله بحكم تواجدكم واحتكاككم بالشعوب الأخرى ووجودكم في بيئة غير بيئتكم، حاول أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن. خذوا السميع واتركوا الغض. في نفس الوقت نحن هنا يعني في بلدنا هذا علينا كذلك أن نترك الغض من عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بما هو طيب وبما هو سمين، ونأخذ من الآخرين ما هو طيب عندهم ونحتفظ بما هو طيب عندنا، ولا نقلد تقليد أعمى. قاتل الله التقليد الأعمى. وكم من شعوب رمت نفسها في ما لا يحمد عقباه بسبب التقليد الأعمى. التقليد الأعمى ليس من الصالح أبدا. أن نرى الآخرين ونقلدهم كما هم بما فيهم من حسن أو سيء، لا. ونحافظ على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة، وكما يقول المثل أو يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم كملوا. الأخير كما قلنا لكم خير وتوفيق ومزيد من العلم والمعرفة لتعودوا وتخدموا هذا الوطن بكل إخلاص وأمانة، وأن تجندوا أنفسكم من أجله وتتجردوا من كل